عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية، وانتم تفرجوا في الفيديو تاع اليوم اللي راح يكون ان شاء الله عن طريقتي في تحضير اقراص بصدر الدجاج وبحشوة جبن موزاريلا، اللي راح يكون كذلك بتتبيلة اكثر من رائعة. يعني الصراحة البنات بلا ما نزخ عليكم يجيو بنان بنان بنان. نتمنى برك انكم تفرجوا الفيديو من الاول الى الاخر هكذا باش تشوفوا الطريقة وتحضروهم حتى نتوما لوليداتكم، علاش لا. ونمشيو نبداو على بركة الله. واش نحتاجو؟ نحتاجو الى صدر الدجاج ولا ديك الروميل حبيتين، عامله هنا واحد 300 غرام. ديجا راه عندي انا مطحون، ونعوض درك نطحنو طحنه خفيفه برك مع لي زيبيس، لكن نتوما الا ما كاش عندكم هكذا مطحون تعملوا كلش خطا وحده. بالنسبه للتوابل راني عامله شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه فلفل احمر، الزنجبيل، هذا الفراش مرابي، والملح، وكذلك شويه قرفه. نحب القرفه مع الكمون، ولا عملوا واحد فيهم. هنا البيض نعمل برك نصف حبه لانه عندي حبه كبيره، فضل برك نصف باش ما تجيني جاريه بزاف. وكذلك قزبره مجففه، ولا تعملوا فراش. انا راه عندي في المجمد، قلت نعمل هذا، هذا عنده ريحه شابه وقويه يعني يعجبني صراحه. ونزيد كذلك هكذا واحد زوج معالق كبار تاع مايز، مايزينا ماشي المايز مايزينا فوالا. وكذلك نزيد هكذا نصف معلقه تاع ثوم، يعني واحد الفص هكذا، نخفق يعني نحاول نيكسي كلش مع بعضياته البعض. ومن بعد نمشي المرحلة المواليه. واش عندي؟ هو دابا من طحنتو كيفاش يرجع مايزينا تساعد باش يتماسك شويه، ما يقعد لكمش جاري. هذه عفسه استعملوها البنات، نحتاج شويه دقيق لافارين والخبز المطحون، وكذلك البيض هاني نسيتو نمشي نوجدو درك. ثاني كما قلت البيض، نوجدو البيض وفخوماج موزاريلا فوالا. نمشيو نبدو على بركة الله. نوضع فوسطهم فخوماج موزاريلا ونبلع، ندخلهم في الدقيق. فوالا هكذا. من بعد في البيض، يعني لا شابلو هذه هي، والخبز المطحون. انا الصراحه نشوف هذه احسن طريقه. فوالا تحدي الشكل اللي راكي حباتو. اما البنات اذا حبيتو تجيكم حبه ادوتها تقدروا تستعملوا اي مول يكون عندكم كما هذا، ودائما بنفس الطريقه. ومن بعد نضغط عليها فص المول. فوالا البنات هكذا تجيكم حبه ادختها. اما اذا خدمتوا كميه كبيره وحبيتوا تحتفظوا بها في الثلاجه في كونجيلاتور، يعني فرقوهم على بعضياتهم البعض ودخلوهم المجمد حتى يجمدوا شويه عاده، باش تخرجوهم وتوضعوهم في الاكياس هكذا، باش مين تحتاجوهم تجيو تجبدوا زوج اربعه كيفاش شحال ما حبيتو، ما تجبروهمش متلاصقين. هذه هي، هذه هي لا ميثود اللي تقريبا كامل راكم تعملوها. حبيت برك نزيد نعاودها معكم. هذه هي. والحين نمشيو نقليهم.
بالنسبه للقلي اختيار يبقى لكم، اما تستعملوا فريتاز خاصه بالفخير وتوضعوا فيها، لكن انا هذه يعني ما تفتليش بزاف، ونفضل الصراحه اني نقليهم في المقلاة هكذا، ويعني برك خصكم تكثروا الزيت كما راكم تشوفوا باش يطيبوا لنا غايه الغايه. انا من بعد ما الزيت ديالي يعني تسخن نقص للنار ونخليهم يطيبوا، هذه هي، ونمشوا نبداو على بركه الله. بسم الله. كما راكم تشوفوا لازم يغطسوا، فوالا البنات كما راكم تشوفوا الطبق ديالنا راه جاهز ان شاء الله، برك الصوره تكون واضحه. فوالا زوقتو هكذا، عملت شويه فخيت شويه كاتشوب سلطه، وهادو هما الكريات، يعني اما تقدميه بهذا الشكل وكذلك قدمته هكذا بهذا الشكل بنتي، وماما انا ليا صراحه نحب سندويتش. فوالا على شكل امبوغر مع شويه فخيت، يعني هكذا وليداتكم سيغ راح ياكلوه ويحبوه، ما كاش اللي ما يحبش امبوغر. نشوف فوالا يجي هايل وبنين بزاف بزاف. هلا دور كنحلو حبيبه ونشوفوه كيفاش يجي من الداخل. اوكي بسم الله البنات. كما راكم تشوفوا رائع. ذوقوا بالصحة والله. فوالا البنات هذا هو الشكل الداخلي ديالو، يجي هايل توب توب، ان شاء الله برك انكم تجربوا. هذه هي، وهنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو اللي نتمنى ان شاء الله انه يكون نال اعجابكم. اذا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، دعمونا باللايكات ديالكم، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، واللي راه تشوف الفيديو لاول مره قولها ما تنساش تضغطي على زر الاشتراك هكذا باش نكبروا العائله ديالنا اكبر واكبر. ومع اليوم ما نقولكم درك غير تبقاو على خير، ورانا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. كما قالت لكم بنتي باي باي، خليتكم في امان الله.